مساء الورد ومساء الفل على عيونكم، أحلى متابعين وأحلى مشاهدين في الدنيا. النهاردة إن شاء الله هنعمل طرق مختلفة نعمل بيها المكرونة الجوزي. عملكم 3 طرق، مكرونة بالوايت صوص، ومكرونة بشاميل، ومكرونة فرن زي بتاعت المحلات بالظبط، وأحلى كمان. يا رب تعجبكم الطرق بتاعتي، ويلا بينا نبدأ الفيديو. دلوقتي انا عندي كميه البانيلا اللي هستخدمها على حسب احتياجاتكم، برضو قطعتها شرايح زي الشاورما زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا اشوحها في طاسه في شويه زيت صغيرين. وعندي المكرونه سلقتها وحطيتها في مصفه وشطفتها، انا عملت حوالي 1.5 كيس، وهجهز 3 بصلات هبشرهم، والبانيه على النار زي ما انتوا شايفين كده برضو. هضيف التوابل اللي هي معلقة صغيرة من كل حاجة، بابريكا وتوم باودر وبصل باودر وبهارات وزنجبيل والملح على حسب رغبتكم، انا حطيت حوالي معلقة صغيرة، وهقلبهم زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بعد كده بال3 بصلات اللي قلتلكوا بشرتهم، يعني هم حجمهم صغير مش كبير، لو عايزين ممكن بصلتين كبار. هقلبهم مع البانيه، كل ده برضو هم لسه على النار. هنزل بشوية فلفل أخضر عشان تبقى سبايسي معايا، برضو لو عايزين تنزلوا فلفل ألوان على حسب رغبتكم وعلى حسب المتوفر في البيت. عندي 3 جزرات بشرتهم، وهنزل بالجزر المبشور، وهقلب برضو كل الكمية مع بعض. ممكن تضيفوا برضو اي خضار عندكم على حسب برضو رغبتكم وعلى حسب المتوفر في البيت. بشرت حوالي 2 طماطم أو 3، وهنزل بيهم، ممكن لو عندكم صلصة تضيفوها بدلها، 2 معلقة برضو أو 3. وهظبط الملح تاني، وكده بقت جاهزة معايا ان انا استخدمها مع المكرونة زي ما هتشوفوا دلوقتي. دلوقتي انا عندي 1.5 كيلو من اللبن السايب، غليته وسبته لما يبرد، وهضيف ليه في البداية حوالي 1.5 كوباية من الدقيق، وهقلب في اتجاه واحد لحد ما يدوب معايا الدقيق.
انا لسه كل ده ما حطيتوش على النار. وزي ما قلتلكوا انا بحاول ان انا اعمل البشاميل دايما بالطريقه دي من غير التحمير الزبده او السمنه، واحط معاه دقيق عشان يبقى صحي شويه، اقلل كميه الدهون في الاكل. دي نص الكوباية التانية، الأول نزلنا الكوباية ودي النص التاني. بعد كده هنزل بمعلقة ملح، 3 معالق من الزيت، فلفل أسمر، وهبتدي ان انا احطه على النار وهقلب في اتجاه واحد. لحد ما احس ان القوام بدأ يتقل معايا. القوام المطلوب طبعا على حسب كل واحد، يعني انا بحب المكرونه جوسي غرقانه في البشاميل سايبه كده مش ماسكه في نفسها. هضيف نص كوبايه تانية من الدقيق لان لسه القوام ما تقلش معايا. كده احنا ضفنا 2 كوبايتين، وبرده هستمر في التقليب. كده القوام بدأ يتقل معايا زي ما انتوا شايفين. انا عايزاها سايلة زي ما قلتلكو. ودي المكرونة بعد ما اتسلقت. برضو هاجي في صينية هحط طبقة من البشاميل. طبعا الصينية مدهونة دهنة خفيفة بالزيت. هحط طبقة حلوة من البشاميل، وهنزل بطبقة من المكرونة. بعد كده هجيب الخليط البانيل اللي انا عملته معاكو على النار دلوقتي، هنزل بطبقة برضو منه. وبعدين هنزل بطبقة من البشاميل تانية. بعد ما سويت طبقة البشاميل هنزل بطبقة تانية من المكرونة. وبعدين هنزل بطبقة تانية على الوش، دي الطبقة النهائية. Thank you.
كده بقت جاهزة معانا ان هي تدخل الفرن. طبعا لو عايزين تضيفوا اي نوع من الجبن على حسب اختياركم، وبرده على حسب المتوفر في البيت. في البداية قبل ما ادخلها الفرن اغطيها بالالومنيوم فويل علشان لما يفور معايا البشاميل ما ينزلش في الفرن معايا. دي بقى كمية من المكرونة فاضت معايا، لان انا حوالي خدت كيس فاضل نص كيس، قلبت عليها كمية البشاميل اللي فاضلة مع كمية البانيه برضو اللي فاضلة، وكلهم قلبتهم مع بعض. وممكن تتاكل بالشكل اللي انتوا شايفينه كده من غير ما تدخل الفرن ولا حاجة، بس تتاكل في وقتها ما تستناش. هتبقى مكرونة جميلة جدا بالوايت صوص بخليط البانيه. دي تاني طريقة معانا، بس انا هدخلها الفرن علشان هم عايزين ياكلوها يعني في الفرن. هدخل الصينية التانية وهجهزها زي ما انتوا شايفين مدهونة بالزيت، واللي فاضل هحطه في برام. دي الطريقة التالتة. البرام ادى طعم تحفة للمكرونة، زي ما بناكلها في المحلات بالظبط، مكرونة فرن طعمها طلع خطير جدا. يعني كده عندنا ثلاث طرق ممكن نعمل بيهم المكرونة: الطريقة الأولانية، وبعد كده بالوايت صوص، وممكن ان احنا ناخدها في برام. انا دخلتهم كلهم في الفرن زي ما انتوا شايفين كده، وهجهز صلصة ليهم علشان اللي عايز يحط على المناب بتاعه صلصة. حمرت شوية ثوم معاهم شوية فلفل، ونزلت بشوية طماطم، يعني طريقة بسيطة خالص، والتوابل العادية بتاعتنا ملح وشوية بهارات، ثوم باودر، بصل باودر، وهنسيبهم على النار تتسبك شوية. دي شكلها بعد ما طلعت من الفرن، وشغلت تحتها الشواية شوية. يعني انا في البداية سبت الالومنيوم فويل حوالي نص ساعة كده، وبعدين شلته، وبعدين شغلت الشواية. شكلها يفتح النفس فعلا، وغرقانة في البشاميل. انا بعشق الاكلة وهي كده، يعني مش بحبها متماسكة انا واسرتي، يعني بنحبها لسه طالعة من الصينية وناكلها وبتخلص على طول. يعني وهقطعها معاكم وانتوا هتشوفوا شكلها، وهتفتح نفسكم ان انتوا تجربوا الطريقة دي ان شاء الله. انا قطعتها لكم وهي لسه سخنه، لو عايزينها متماسكه استنوا عليها لما تبرد شويه. ودي الصينيه الثانيه اللي احنا خلطنا كل المكونات مع بعض، البشاميل مع البانيه مع المكرونه كلها مع بعض. برضو طلع طعمها مختلف جدا عن الصينيه الاولانيه، بس طعمها برضو شهي ولذيذ. وادي البرامات، طبعا كل حاجة فيهم انا شغلت الشواية شوية عليهم على الوش عشان يتحمر معايا. يا رب تعجبكم مواصفات المكرونة النهاردة. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسنيش في كومنت حلو من ايديكم، واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي اول باول. وشكرا ليكم.